وإمكانية المرمى لتشورز والتصدي أول وثاني ساني يحذر وكرة جول التسويب جنابري في التسويب والعارس جاس بروسيا دورتموند كمدافع أيمن وهذه كرة بالرأس يتبعها وهذه كرة ممتازة دنفرايز يوزع رايان بابل رائع ممتاز متعة شوف النكة وهذه كرة ريان يوزع وانت دخل ديباي يوزع والمتابعة لمانويل كبير منفيس ديباي يعدي راوغ وتمشي الكرة لرايان بابل المخالفة قرار إسباني بمخالفة لديباي ديباي وين الكرة هذه بعيدة لكيميتش كيميتش يتباطى وفرانكي ديونغ رقم 21 حبيب الملايين هذه كرة شولز يوزع كرة جول جول ما الألمان قلتها زمان وأكررها الآن لا أمان مع الألمان البرتغالي مشاهدينا الكرام الهولندي كرة لمنفيس ديباي يوزع سولي على إعادة الهيبر الناسيونال ماينشافت ديليخت إلى بدعم الانتظار لإعادة الاعتبار هناك راية بدون كلام ولا سلام كوريتسلي كويرسي هذا علاش هذا الحارس ما ثماش هاي الإجابة يا سادة الألماني كرة تعدي في القائم الثاني وترجع من كده تالي بلند اللي يوزع والكرة المطالبة بضربة جزاء طبعا حكم يقول لا فرانكي يوزع شنو هذا لا 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 للمرة الثانية خرافي خرافي جنابري لا يمر أمريسكا نجم البايرن كرة براس كرة من رورة رائعة وصني صني ويتصدى له فان دايك في سباية لكن كرة بالتليفون يا حبيبي بالتليفون التسويب صار من دافرايس ليست هذه الكرات التي من شأنها أن تغالى الدبري مع فان دايك جنابري يصدق شنو هذا لا 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 المنتخب الهولندي مشاهدينا الكرام قد يتعرض الليلة شورز يعدي شورز يوزع دار كيرير كان رينوس ميكانس وذا ثالث لا سيريسان قلنا منذ بداية المباراة وأن المباراة يا ناسيونال مانشافت كرة فيتنالدوم والتأمين رائع من نيكلاس سولي عملاق الدفاع برج المراقبة يوزع والإمكانية لفيتنالدوم المطالبة بضربة جزاء ومنزانو يقول لا وألف لا هذا الهجوم لكويلسي بروميس رائعة والثبات الألماني مرة أولى وثانية تعود هولندية ديباي يوزع جول فان هولنديون دانخت يشعل النار في هذا المشوار قالب دفاع لاياكس هذا هو دانخت يفاجأ الدفاع الألماني ويغسر الأرضية بلغة الأكاديمية للتشكيل الهولندية واتشوار التوزيع كرة بالرأس تعدي نيكلاندية ديباي يوزع وتعدى دالاي بليند استماتة يحذر لكينتر بكرة سريعة وأرضية ديباي تميز لكوينسي بروميس الحكم يطالب اللعب 20 بطاقة
4-0 في ستاد دي كويب. في رد مرة أخرى في دقيقة 55 وفان دايك في دقيقة 86. دي باي تأمين من نيكو شون. تويلة الكرة من دي باي. أوه هنالك راية. هنالك راية وهنالك حارس إنتر كاريرا. كاريوسا. كوينسي. دي باي. يسدد جول 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 فعلا هولنديون مرة أخرى يذل الماكينات الألمانية بجيل هولندي متعدي يدمر الانتباهات الألمانية مامي كوينسي يعدي كوينسي كوينسي بروميس وكرة سهلة ضربة مرمى المنتخب الألماني أين هو السؤال المطروح؟ أتي على الكل وين ولات مباراة ركبي هذه؟ وخص مارتين ديرون يا راي يا سلام وهذه الكرة وين؟ كوينسي ضاعت عليه الكرة بركنية شوف يعني هيا جنجب وفي النهاية جنابري ما زالت الخطورة يوزع كرة براس من اللاعب المدافع ايمن دانفرايز وكورة متقدمة بهدفين لصفر والريمونتادا الهولندية قريبة وقوية كورة ممتازة أوه.